خفيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف عندنا طحون عنا باقي المي قدام الساحات مزروعة في وجدي كان يتحل الحي قمحي وسهرية ويبقوا الناس بهالساحات شمعهم اكياس شعربية رايحين جايين عطول الطريق تقدر غنية يا سهر الليالي يا حلو على بالي غني 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 على الطرق يا سهر الليالي يا حلو على بالي غني 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 على الطرق الطحون عكت في المي وجدي صار طحون الذكريات كدر شمس وفي يا سهر الليالي يا حلو على بالي غني 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 على دي. يا رب تقضوا عندنا وقت حلو النهاردة وتتبسطوا وتنطلقوا معانا في أربعة شارع شريف والنهاردة عندنا في الريستوران حاجات حلوة قوي وانتوا عارفين ان اتوال فتح عندنا فرع في أربعة شارع شريف ولما نقول الحلويات يبقى من اتوال ولما نقول حلاوة المولد هتبقى أكيد من اتوال والنهاردة عندنا حاجات كتيرة قوي بس خلينا كده في الأول نرحب أستاذ إبراهيم أبو محرم رئيس مجلس إدارة شركة إتوال أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا بيك أهلا وسهلا بيك منورنا للمرة الثانية في أربعة شارع شريف تسلم ده نورك أخبارك إيه بيك. الحمد لله ماشي النهاردة هنعمل حاجات حلويات عندنا في الريستوران ليها علاقة بحلاوة المولد تمام مظبوط مظبوط وجنبيك في التورتة دي تشيز كيك دي ولا إيه لا دي كنافة بالمانجا كنافة بالمانجا كنافة بالمانجا دي ما كانتش موجودة يعني من 20 سنة ما كانش في كنافة بالمانجا لا احنا الحمد لله اول ناس نزلناها يعني من حوالي انتوا اول ناس نزلتوا حاجات كتير من ضمنها الكنافة بالمانجا كنافة بالمانجا حاجات كتير طبعا اوكي انت النهاردة مشرفنا ومنورنا تسلم ربنا يخليك وجايب لنا النهاردة شيفات من عندك الناس المحترمة فخلينا النهاردة نرحب كده عندنا في الريستوران بشيف شريف قطب ومساعد شيف شيف هشام مصطفى اهلا وسهلا بيكو اللي اسمهم شريف يعملوا حاجات حلوه
حلوياتهم مش سهله جامده. لا وشريف واتوال الاثنين مع بعض فيعملوا فرقعه فرقعه. طب اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. منورنا شيف شريف ومنورنا شيف ربنا يخليك هشام. احكي لنا انت هتعمل ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل شرايح فستقيه ونوجه بالمكسرات ان شاء الله. اوكي وانت هتاكل؟ ها اه انت شكلك هم يعملوا الاكل وانت تاكل الاكل. طيب خلينا برضو افكركم ان احنا عندنا منيو مختلف قوي لاتوال هنتكلم عليه النهارده في فقره الريستوران. والنهارده في الريستوران استاذ ابراهيم هيكون معايا في الريستوران كده وهيقول لنا برضو شويه ايه نصايح وهدبسه واقول له الشباب الصغيرين اللي نفسهم يعملوا محلات حلواني يبتدوها ازاي علشان يبقى عندهم تشين والواحد بيبقى مبسوط قوي ما بيبقى في عندنا تشين زي اتوال سلسله محلات موجوده بفروع والكواليتي فيها دايما او الجوده اللي فيها دايما بتكون اعلى جوده. فهندبسك في ده فاقعد فكر من دلوقتي خلاص جاهز. ماشي طيب عندنا بعد كده هنروح الكلينيك الاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. بس كمان خلوني معلش احيي كمان من ضمن اتوال استاذ احمد طه النهارده موجود في محل اتوال 4 شارع الشريف وهنتعرف برضو عليه على بعض المنتجات اللي عنده في المحل. هنختم النهارده وختاموها مسك مع الصديقه العزيزه ومصممه الازياء الجميله التراثيه شيم الجابي. اهلا. هلو ثانك يو. ازيك؟ ازيك؟ اخبارك يا شيخ؟ كل سنه وانتم طيبين. طيبه ومولد سعيد على كل العالم يا رب. ان شاء الله. ايه اللبس الحلو ده؟ ثانك يو. جايباه منين؟ جايباه من عندي ست الحسن صح كده؟ والطقم اللي في الفيترين هيجنن. هو المشغول البرتقالي ده اسمه ايه؟ سيوا. ده التطريز بتاع سيوا. النهارده الكولكشن كله سيوا وباشكال مختلفه لان هم عندهم تطريز بانواع مختلفه. فالنهارده عامله دمج لسيوا. منوره. ثانك يو. اهلا يا شيب. ما دام في فاشن شو يبقى اكيد ايرا واخواتها بنات الشارع الحلوين منورين ومزقططين وهناكلهم حلاوه المولد عشان يتخانوا. يلا حيوهم. ازيكم؟ انت مالك النهارده تعبانه كده ليه؟ مفستكه كده ليه يا فيكتوريا وانت قاعده على الكرسي ال يو ار فاين يو ار سليبي. هاكلكم دلوقتي حلويات حتى تاخدوا باور. منورين يا بناتي حلوين. عندنا النهارده فرقتي مزازيكي مع حسام حسني. اهلا يا اساتذه. النهارده الثلاث يعني نشيد يوم الثلاث تحت الشباك. نسمعه بعديها فاصل ونرجع لكم مع اتوال. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا تحت الشباك ولمحتك يا جدع بعدها وياك بتقول يا جدع تحت الشباك ولمحتك يا جدع بعدها وياك ما تقول يا جدع إذا عدت قصاد البيت إذا عدت قصاد البيت أبوس رجليك ما تبص لفوق وتطب الشوق أمان عليك بص واتكلم وتنام يا جدع يا سلام سلم على عينك يا جدع غداك تفاح دوقني يا جدع رمشك دفاح مش عني يا جدع غداك تفاح دوقني يا جدع رمشك تفاح مش عندي يا جدع يا بتاع التفاح لوم تفاح اكرام يرقد ست الكل يا بتاع الياسمين مين ينده لك مين واحنا معانا الفل يا بتاع الرمان رمانك ده بلاك بص علينا وصد بحريه يا ولا قولوا ليا يا ولا مشتاقنا يا ولا يا ولا يا 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 يا
ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف مولد يا سادة وهي دي السعادة اطول معانا يجعلها عادة مولد يا سادة وهي دي السعادة اطول معانا يجعلها عادة الله 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 والمولد مع اطول هيبقى أحلى بكتير وحلويات اتوال ومره تانية برحب باستاذ ابراهيم ابو محرم رئيس مجلس اداره شركه اتوال اهلا وسهلا اخبارك ايه اهلا وسهلا كله تمام الحمد لله والنهارده معانا شيفاتنا شيفات اتوال شيف شريف قطب وشيف مساعد هشام مصطفى اهلا وسهلا بيكو ومعانا استاذ احمد طه اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بحضرتك بص بقى انتوا عاملين منيو عاجبني قوي واسعار محترمه بجوده عاليه فعايز اعرف بس في الاول ازاي السعر المحترم ده الكويس ده المناسب لكل حد يخش يقدر يجيب حلاوة المولد ويتبسط ويهادي بيها كمان بكواليتي العالية دي هو ده اللي بيميز اتوال يعني عن الغير يعني ودي الحمد لله الحاجة الوحيدة اللي احنا ماشيين بيها الجودة وسعر مش الحاجة الوحيدة حاجات كتيرة حاجات كتيرة حلوة يعني الحمد لله الجودة والسعر دي اللي بنتميز بيها ودي معادله صعبه يعني ان حد يقدر معادله صعبه ان حد يقدر يعني يوزن بين الاثنين سعر مع جوده اوكي فالحمد لله يعني تعالى بقى ايه نوري الناس ونقول لهم واستاذ احمد طه هيساعدنا في ده احنا عندنا هنا علبه لوكس 18 قطعه اللي هي اني واحده اللي هي ب 70 جنيه وريهاني بقى كده نوريها للناس اتفضل اهي اكل اهي دي العلبه دي اللي هي ب 70 جنيه وفي على فكره كل حاجه فيها الحاجات اللي انا بحبها كلها مظبوط فيها كل حاجه مش ناقصه حاجه صح طيب في برضو استاذ احمد يورينا العلبه الاليت 38 قطعه وثمنها 285 جنيه اهي العلبه الاليت مظبوط كده هي دي اوكي بقى فيها مكسرات فيها ملبن انجمان كلنا بقى فيها طبعا دوميه بالبندق فيها جميع انواع المكسرات حمام ولديده فيها النوجة هي لديده دي اني واحده اللديده دي دي اوكي طيب دي تاني علبه معانا اللي هي علبه اليت 38 قطعه عندنا كمان علبه الاكبر منها علبه اليت 52 قطعه هنوريها لكم ودي سعرها 420 جنيه اهي برضو حضرتك تقول لنا كده فيها ايه نفس الموضوع فيها برضو ده سندوتش قمر الدين طحينه وده قرص حمص وده قرص سمسم على في سمسم ده ملبن ده ملبن عين جمل دي الحمام وده اللذيذ ده ده طبعا لوزية ايه ده كاجو لا كاجو كاجو انت بتعمله بالكراميل بالكراميل ايوه وده البندق الفستق بسيمه طبعا اوكي والنوجة. طب نشوف بقى العلبه اللي بعديها اللي هي علبه سبيشال اتوال الهرم الرابع اتوال عامل هرم هتشوفوه دلوقتي حلو قوي وهيبقى هديه حلو قوي بالذات ان في مولد النبي مولد النبي اديهاني كده لو سمحت بيبقى في مثلا عريس عايز يخش على عروسته فممكن يجيب لها هرم اتوال في مناسبات كتيره شركات برضو بتحب تهادي ممكن ياخدوا علبه الهرم الخاصه باتوال وهنفتح لكم بقى الادراج دلوقتي وحضرتك تشرح لي كده فيها ايه درج درج اوكي اوكي نبتدي هنا ده بقى حاجات اللي هي البايتس صغيره كده اوكي بنسميها احنا كنوز اوكي كلها طبعا مكسرات زي ما انت شايف كده اوكي وهنا وهنا برضو نفس الحكايه مكسرات بس اكبر شويه اوكي وبرضو فيها هريسه وفيها حمام ولديده وحاجات زي كده اوكي وبعدين الثالثه ايوه دي برضو فيها الكنوز الله. وفيها وبقى عايز اقول حاجه هو بعد ما المولد يخلص ونخلصوا الحلاوه دي هيستخدموا العلبه دي يستخدموها دي ليها استخدامات كتيره والبنات والستات هيعجبهم قوي ممكن يستخدموها يحطوا فيها المجوهرات ممكن يحطوا الاكسسوارز ممكن يعني ممكن يبقى ليها استخدامات كتيره وتتحط في كذا مكان في البيت هتبقى قطعه ديكور في الحقيقه فزي ما قلت برده دي ممكن تبقى ده لسه في درج كمان الدرج الرابع الدرج الرابع مع الهرم الرابع نفس الموضوع اهو برضو فيها التشكيله بتاعتهم
ممكن زي ما قلت دي تبقى قطعة ديكور في البيت بعد ما ممكن عريس ياخدها لعروسته، ممكن الناس تهادي بيها بعض، الكلام ده كله. طب عندنا برضو علبة تورتة المولد دي اللي هنعمل منها النهاردة. دي احنا شفتنا. الحمد لله الوحيدين اللي بنعملها ومشهورين بيها جدا. احكي لي بقى ايه القصة بتاعتها؟ القصة بتاعتها والله جت من ان احنا فكرة قلنا فيها كل العريس حاجة. بدل ما هو والعريس برضه طبعا ده العريس، هو العريس لازم يجيب العروسه، ما ينفعش تجيب هديه لحماتها. ايوه لما تتجوز بقى. اوكي دي فيها برضو كل حاجه، فيها كل حاجه، كل حاجه منها مثلث وكل دور حاجه. ده كان أربعة في 10 ب40 مثلث. 40 مثلث، 40 مثلث. النهارده هنعمل منهم مثلثين مع شفت بصوا حلوه بشكل، وليها برضو غطاء شكل مثلث. كل حاجه اما ليها غطاء طبعا. طبعا كل حاجه ليها غطاء. هي لا ده الغطاء بتاعها. الغطاء بتاعها، الغطاء بتاعها عندي في الريستوران. وده الهرم، ده الرقم 4. ده الرقم 4. ميرسي لحضرتك جدا. طيب عندنا كمان عندنا كمان كيس كنوز. كيس كنوز ده اللي هو عباره عن ده عاملينه حاجه بقى عشان الاطفال او عشان حد مثلا رايح شغله او راكب العربيه يفتح ويتسلى كده. كلها حاجات بايتس صغيره. اوكي الحاجات ده كل الناس ده زي الحاجات اللي انا وزعتها على الحمد لله يعني اول حد عمل الحاجات ديت وانشهرنا بيها يعني. اوكي الحمد لله. الحاجات اللي جوه زي دي ايوه بالزبط. كلها حاجات كده يعني حضرتك اول مره تشوف قرص بالحجم ده. قرص قمصيه طبعا بقى. القرص زمان كان بيبقى كده، لا احنا عملناه بالحجم ده. لا دي بقى البنات والستات هيعجبهم، عارف ليه؟ ايوه عشان هياكلوه من غير ما يبوظوا الروج. ايوه. طيب دي حاجات اتوال، وبشكر استاذ، لا خليها هنا لو سمحت. بشكرك استاذ احمد، اتفضل في محلكم فرع 4 شارع 20. طيب تعالى نروح للريستوران ونسال. لا خليك قاعد. نسال الشيفات، الشيف شريف احكي لي كده، في جنبك طبق الحاجات اللي احنا هنعملها موجودة جنبك اللي قلنا في التورتة تمام بتاعت اتوال. ايه اول حاجة انت عايز تعملها؟ ان شاء الله هنعمل شريحة الفستق. وبعدها ان شاء الله هنعمل النوجة بالمكسرات. طيب تقول لنا المقادير؟ المقادير نبتدي كده. احنا دولت الحاجتين ودولت سهلين. سهلين ان شاء الله. عايزين كل الاسرار. كل الاسرار؟ هو يا استاذ. أيوة انا قلت لهم استاذ ابراهيم قال لي هنقول كل الاسرار مش هنخبي حاجة. اتفضل نقول مقدار اول حاجه ايه؟ الفستقيه ان شاء الله هتبقى 120 جرام فستق، المحلول السكري بتاعها هيبقى 50 جرام سكر، 40 جرام عسل جلوكوز، 30 جرام ميه. اوكي سهله قوي. سهله جدا. ده حاجه بسيطه بس لذيذه. بسيطه ولذيذه. لذيذه جدا. ومش مكلفه. لا خالص. لا هي مكلفه، الفستق غالي شويه. ايوه. بس هي مكلفه عندنا بس. ممكن طبعا بندق كل المكسرات هي تقريبا كل المكسرات بالاضافه للسمسم والحمص والفول تقريبا الريسبي قريب من بعض يعني. اوكي. صح كده يا شيف شريف؟ الريسبي ده حضرتك بنشتغل منه الكاجو، البندق، اللوز، الفوليه، السمسميه، الحمصيه. اوكي. كل الحبوب. ان شاء الله. انت بقى اكتر حاجه عارف اتوال؟ اكيد. ايه اكتر حاجه بتحبها في اتوال؟ ان هو تكلمهم كده تقول له انا جاي دلوقتي المكتب حضروا لي كذا عايز اكله. اكله ولا اشرب الاول؟ لا انا كنت يعني القهوه الاول. بتعمل مشروبات كمان؟ القهوه ايوه طبعا احنا عندنا طبعا. ايه ده ما اعرفش معلومه. ايوه لا احنا عندنا الكافيه والرستوران طبعا مشهورين بيه جدا. الحمد لله دايما عندنا ويتنج على طول. بجد؟ ما شاء الله. انت ما عزمتنيش يا باشا. نعزمك. احنا جينا فتحنا في شارع شريف. صح خلاص. طيب لا بتقول لهم ايه؟ حضروا لي ايه؟ عايز اعرف بصراحه. اول حاجه اخد واحده كرواسو كده. عندكم المخبوزات تجن حلو. وعندنا الكريستينا برضو حلوه اللي هو البقسماط بحبها جدا. أوكي. عندنا اوكي طبعا بقى الحلويات. بتشرب جنبهم ايه؟ طبعا القهوه او الشاي او كده يعني. اوكي جوعتني. تعال نروح نشوف يعملوا ايه. يلا قول لنا يا شيف انت بقى استريح على تقعد على كرسي المذيع. بس انت لا يا باشا خلينا لو قعدت على كرسي المذيع هتذيع. هتذيع. خلينا نقف عادي هنا او زي ما تحب. ما تذيع. اذيع يا باشا. ذيع؟ اقعد على كرسي المذيع. انت هتشغل البوتاجاز دلوقتي؟ اوكي. طيب احنا كده قلنا المقادير تمام وشيف شريف هشام بقى هيساعدك. هنعملوا ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل المحلول السكري. هي اللي انتوا هتعملوا ده انهي واحده في دول؟ دي؟ الجامده دي. دي طعمها خطير. دي باور عالي. دي اللي هنعمله دلوقتي يا جماعه. اوكي؟ دي الفستق ونفس المقادير ممكن تعملوا بيها
الكاشونات اي حاجه البندق البندق كل الانواع المكسرات بالاضافه للسمسم والحمص والفول. اوكي طيب خلاص احنا كده جاهزين. ورونا هتعملوا لنا ايه بقى. تمام اتفضلوا. نحط السرب نحط ميه وسكر. ده عشان الكراميل. عشان الكراميل طب ياخد وقت الكراميل عشان يكرمل معاهم بالظبط. ياخد وقت طبعا. لا خلي بالك انا شاطر جدا. اه باين باين على فكره. عشان كده انا قلت لهم خلي بالكم ما ينفعش تخبوا حاجه لازم تقولوا كل حاجه. هقفشكم. ايوه بصوا دي العلبه اللي هي فيها تورته اتوال. دي العلبه اللي فيها الادوار اللي كنا فتحناها دلوقتي. في اربعه بالظبط اهي. بيبقى ده شكلها بصراحه حلو جدا. طيب لغايه بقى اما الميه تغلي والكراميل يتجهز دبستك في حاجه وقلت لك احكي لي ازاي لو دلوقتي شيفات صغيرين او شباب صغيرين خارجين قسم بالذات فنادق اوكي ونفسهم او طموحهم يفتحوا محل حلويات البدايه تكون ازاي؟ مش هقول محل البدايه تكون ازاي؟ والله هو بس الموضوع صعب شويه بس هم لو خلاص ناويين اول حاجه يفكروا فيها ان هم هيشوفوا هم بيترجتوا شريحه سي او البي او الايه وبناء على الشريحه دي يعني هم هيبقوا عارفين الاول الشريحه دي ايه اللي بيعجبها ايه الذوق اللي بيحبوه الكلام ده كله وبعدين يعملوا يبتدوا بقى يشتغلوا عليه. اوكي سواء السي سواء البي سواء يبتدوا دلوقتي في حاجه بقى سهلت للناس الامر انهم ممكن يبتدوا يعملوا الحاجات ويشتغلوا بايديهم على الفيسبوك او على الانستجرام. اه طبعا الاونلاين دلوقتي طالع دي ما كانتش يعني. ايام وايامك دلوقتي طالع دلوقتي يا دلوقتي اي حد ممكن يعمل فيديو لو عمله بكواليتي حلوه هيسمع. اه دلوقتي دلوقتي طبعا بقت موجوده دلوقتي بس هو انا انصحه طبعا ان اهم حاجه ان هو يبقى بيركز على الشريحه اللي هو ناوي ينافس فيها ويشوف المنافسين الاول لازم يدرس حال المنافسين اللي هو في الشريحه اللي هو ينافس فيها. انت دايما بتدرس حال المنافسين؟ اه ده اساسي. اوكي اساسي يعني لازم. في حد ممكن تقلق منه بصراحه من المنافسين يعني؟ والله انا بحاول يعني ببقى في حته لوحدي كده دايما ببقى الاختلاف. انا ما اعرفش اشتغل غير ابقى مختلف سواء مختلف في منتج او الباكينج او لازم ما اعرفش اشتغل غير ابقى مختلف. اتوال عنده كام فرع دلوقتي؟ اتوال دلوقتي عنده 16 وال17 دلوقتي الحمد لله دلوقتي خدناه في ميدان الحصري في 6 اكتوبر جنبيك يعني. اوكي فاكر اول فرع انت فتحته؟ ايوه طبعا. كان فين؟ شارع بورسعيد. انت عارف انتوا عندكم على فكره حاجه لطيفه قوي في اتوال عايز اقول لك عليها. انت عندك اتوال فرع شارع التحرير. ايوه دقي. انا بعدي وعايز اشكرهم الصف هناك بتوع المحل. انا بعدي بعمرتين كنت باخد العلاج الكيماوي. بعدي السلام عليكم. الحمد لله على السلامه. عارف كانوا بيعملوا ايه ما بيشوفوني؟ انا بس عايز اقول لك على حاجه فعلا الشعب المصري كله كان الحمد لله حزين عليك وكله كان بيدعي لك بامانه بس انا عايز اقول حاجه لاتوال. اول مره شافوني كنت رايح انا ووالدي فما كانش في مكان نركن العربيه فحد طلعوا لما شافوني وقالوا لي في ايه يا استاذ شريف قلت لهم انا هاخد الجلسه الكيماوي هنا هقعد اربع ساعات فمش عارف اركن فين قالوا لي لا 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 ما تشغلش بالك خالص ونزلوني جنبهم في جراج تحت الارض الباركنج بتاعنا خاص بيا خاص وقالوا لي كل مره تيجي بس زمر لنا وهتنزل تركن في الباركنج بتاعنا وبقيت فعلا خلال كل مره اروح اركن فانا بشكرك. ليه ما جربتش بقى الكافيه فوق؟ ما مش عارف. لا 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 الكافيه فوق رهيب. كنت ببقى تعبان بقى وكده بس هجي لك مخصوص. تجرب بس بجد عايز اشكر الفرع ده عشان هم كانوا بيساعدوني في كده. لا كله على فكره عندنا احنا بننقيهم بال اه ده حقيقي ده حقيقي. انا دلوقتي وانت بتتكلم افتكرت الحادثه. هو بص ما شريف احنا دلوقتي بنقدم المنتج بتاعنا حلو. فجاي من حاجه حلوه كده فجاي من السعاده من الابتسامه فلازم صح. الناس اللي عندنا بننقيهم. انت عايز الناس دايما تبقى مبسوطه. مبسوطه اصل هو اللي هيجي جاي عندنا جاي ينبسط. صح. تعالى نرجع نشوف الشيف بيعمل ايه. شيفاتنا بتعملوا ايه؟ شفت الجمال. خلي بالك ان هشام هياكل اكل. شفت الجمال. انا هعملها للشيف. وانا اللي بعمل تيست. قول لي كده. ده انتوا في الاول حطيتوها في البتاع المدور ده؟ بتاعتها بنصبها فيها. هتقطعها بقى كده. خلاص كده اتقطعت بس حضرتك وممكن بقى تبقى كل واحده انتوا بتاخدوا كل مثلث لوحده كده ايه ده انت خلصت؟ حاجه بسيطه ولذيذه انت بتهزر وجميله اهو خلص كده
دي بتخشش الفرن؟ لا خلاص كده. طب دي واحدة، المكسرات دي بتحمصوها؟ تمام. بتتحمص، لازم تبقى متحمصة مش كده؟ طب والعسل بتاعكوا ده فيه أي تكة أو حاجة غريبة؟ لا. قول يا شريف. أنت إيه شريف أنت مش أنا؟ قول يا شريف. أقول؟ أيوه. في حاجات كتير بصراحة. في إيه؟ قول. نفسي. يا ولد. قال لك نفسي. طيب. واحنا كده معاكم مع اطوال النهارده وبنتكلم عن حلاوه المولد، واهو وريناكم سر من اسرار الحلاوه. المولد هي سهله، ممكن تعملوها، مش صعبه، ممكن تعملوها في البيت. هنسمعكم اغنيه للست ورده ونرجع بعد كده نعمل النوجه. تمام مش كده؟ خلاص؟ النوجه والمكسرات. النوجه والمكسرات. طيب هنسمع يا استاذ حسام. ايوه. لو غنيت حلو هطلع لكم حلويات من اطوال. ماشي تمام. خلاص؟ ماشي. يلا. نسمع مالي ونرجع لكم مره ثانيه مع استاذ ابراهيم محرم. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. مالي وانا مالي وانا مالي بالاحسن انا مالي مالي وانا مالي وانا مالي بالاحسن انا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي مالي وأنا مالي وأنا مالي بالأحسن أنا مالي مالي وأنا مالي وأنا مالي بالأحسن أنا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي وبحبك أوي يا عيوني بحبك مهما لموني بحبك أوي يا عيوني بحبك مهما لموني لو طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي مالي طال علينا الحب ومدفينا ورد ومغطينا الشمس وطال علينا من فرح الدنيا بينا مش هدف تسقينا وبكرة مستنين من فرح الدنيا بينا مش هدف تسقينا وبكرة مستنين الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطال علينا الحب ومدفينا سقف مغطينا الشمس وطال علينا من فرح الدنيا بينا من شهدها بتسقينا وبكره مستنين من فرح الدنيا بينا من شهدها بتسقينا وبكره مستنينا ناسية هنا ناسية أيام وكان معاك يا عيوني وفكر انك في لوموني ناسيها معاك يا عيوني وفكر انك في لوموني لو طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي مالي اوبا مولد يا سادة وهي دي السعادة اطول معانا يجعلها عادة مولد يا سادة وهي دي السعادة اطول معانا يجعلها عادة. رجعنا لكم مرة تانية وخلوني أحيي الفنان الجميل أستاذ محمد أنور على إعلان اطوال الجميل وعلى الشو الحلو اللي كان معموله على الأغنية والرأس والمود الحلو اللي شفناه مع اطوال في الإعلان الجديد. وأنا مبسوط جدا ان هم معانا في أربعة شارع شريف. ومرة تانية برحب بأستاذ إبراهيم أبو
محرم. اهلا وسهلا بيك رئيس مجلس اداره شركه اتوال وشيفاتنا العظام شيف شريف قطب وشيف هشام. حلوين تمام. طيب الحاجات بتاعتكم حلوه قوي وعاجبني انا ان هنا مثلا حاجتين ده غير ده وفي فور سيزون كمان وفي فور سيزون اربعه بقى هتبقى مشكله لا اربع فصول فصول اربعه وهنا دي مثلا بالمانجا وهنا بالافوكادو وهنا اللي عامل يعني انا بشوف ان ده اقتصادي للناس بالفعل لانه بدل ما يشتري كذا حاجه هيخش عندك حاجه واحده بحاجتين تناسب كل افراد الاسره يعني بالظبط بالظبط اللي يحب مانجا يحب والافوكادو ماشي خلي بالك انا اول مره اشوف محل حلويات بيستخدم الافوكادو لا ما هو ده الحمد لله احنا بس اللي بنعمله وانت عارف ان هو صحي جدا ايوه وبيزود المناعه بناء عليه احنا عملناه هو فعلا ينفع في الفتره اللي جايه دي احنا عايزين بقى الفتره دي بص هتخلص ان شاء الله ان شاء الله هتخلص ان شاء الله هتخلص من الله ميكس باور وعمل الله افوكادو يعني هتخلص ان شاء الله طيب احنا دلوقتي هنعمل النوجا مظبوط هتقول لنا المقادير لو سمحت المقادير النوجا المكسرات هتبقى عباره عن 50 جرام بيض و10 جرام سكر المحلول السكري بتاعه يبقى 100 جرام سكر و100 جرام عسل جلوكوز اوكي و50 جرام ميه الحشو بتاعه يبقى 100 جرام اوكي يعني ده مرنج اوكي طيب المرنج يعني خلينا بس نقول للناس بياض البيض اللي لازم يتضرب كويس قوي وعشان تعرفوا ان هو اتضرب وخلاص كفايه عليه ضرب لما الحاجه اللي هتضربوا فيها تقلبوها المرنج اللي جوه مش هيقع او هيعمل لو عملتوه بالمعلقه كده هيعمل زي المنقار العصفور صح شفت بقى تمام طيب انا من عشان كده قلت له تعيني عندك باشا المدير التنفيذي حبيبي طيب ده المرنج تمام هنعمل ايه دلوقتي ده جاهز تمام هنضربه شويه ونحط عليه 10 جرام سكر يلا حطوا لنا 10 جرام سكر بس كده شويه اوكي اوكي هنحط عليه سيرب الشربات الشربات يبقى سخن وتنزله سرسوب ننزله سرسوب لا ده حافظ ما شاء الله عليه هو ده اللي هيسويه ان شاء الله سنه يا شيخ انا من عشاق المرنج هو حلو بص بحب اكله بكل اشكاله واي تورته فيها مرنج او كده يستهواني جدا بحب المرنج وحب المرنج لما يتحط على حاجاته بالبشدور يحرق او كده ايوه 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 والفرنسيين بص كمان الفرنسيين حرقت لا هم اساتذه لا فظاع هم اساتذه يعني نفسي الكورونا تخلص عشان اروح باريس اكل حلويات لا هم بس اتوال حلوياته اعلى من اللي في باريس خلوا بالك خلاص كده اتضرب تمام كده زي الفل ايه هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنفضيه بقى كده اتفضل احنا عايزينك تفتح الباب العربيه بس نكفي مصر بس الاول لا ما استنى بس ما انا هقول لحضرتك قول ضف كده بالراحه بص هقول لحضرتك دلوقتي الفتره دي بقى لنا فتره كده السوق المصري فتح بشكل مش عادي ما شاء الله الله اكبر مناطق جديده اتفتحت كتير والحمد لله والطرق بقت حاجه يعني الواحد ماشي على الطريق مش مصدق طبعا وبعدين بنطلب في كل حته احنا ما بقناش عارفين نكفي ماليش دعوه انا عايز اتول في الامارات عايز اتول في الكويت عايز اتول في السعوديه بص بيجي لنا فرانشايز كتير فرانشايز بيجي لنا والله بيجي لنا بتمنع ليه بنمنع عشان ما غطيناش السوق المصري إيه بس فرانشايز ايه المشكله ما انت هتدي لهم النو هاو وهيبقى المحل اسمه اتوال بص هقول لك حاجه بكل حاجه هو لازم انا ما اقدرش ادي الفرانشايز لحد ومش انا اللي ادير انت عايز تبقى عشان انا اللي ادير عشان ما اوقعش الاسم كله عندك حق فدي لا. مشكله كبيره بس احنا عايزين اتوال في البلاد العربيه بس الخطه الجايه ان شاء الله ان شاء الله اوكي بتعمل ايه يا شيف كده هندي المكسرات كده احنا حطينا هنا في الطاره دي حطينا عليها المرنج وبعد كده هنحط والمحلول السكري اوكي هننزل عليها المكسرات دي سهله قوي هو شريف ما شاء الله عليه وبعدين دي بتجمدوها ايوه يعني هي النوجه دي مرنج صح ما هي بتتعمل مرنج مرنج والمحلول السكري طب معلش انت المحلول السكري اللي بتنزله عليها درجه حرارته ايه 120 بيبقى ليه عود معين كده احنا بناخده
ايوه هي العود كوره مدوره كده او تحطها على الرخامه اه شوفها كده بتبقى ما نفشتش تبقى كده مظبوطه لا هي انا حضرتك بجيب باخد حته كده من اللي انا بسويه وامسكها بميه وتكور معايا شويه كده طب انت لو حطيت فيها ترمومتر على 120 خلاص عادي مش مشكله بس احنا بالنسبه لشغلنا كمان بقى ضغط شغل بص الشيف هو طبعا الشيف عايز يخلي الحته بتاعته يعني هو مش هيقول لك الدرجه بقى هي 120 لا هو مش عايز يخليها ولا 120 هو عايز يخلي الحته 120 بقى سر الصنعه عنده يعني 120 ما هو لو قال 120 يبقى خلاص كده هو استاذ ابراهيم قال لي قبل بس انا بقول 120 قال لي قول كده هوت عادي يعني بس عشان احنا ما نبقاش هو مش عايز يسيب لنا حاجه خالص يا ما هو خلاص كده ونقطعها برده نفس الطريقه بالظبط اوكي كده احنا خلصنا عملنا النهارده النوجا بالمرنج مع اطوال وعملنا الفستقيه قلنا الفستقيه ممكن تعملها بكشريات سوداني اي حاجه سمسم وحمص وكله كل المكسرات انتوا شرفتوني النهارده ونورتوني تسلم بجد ميرسي جدا شيف شريف قط اهلا وسهلا بيك ميرسي شيف هشام مصطفى اهلا وسهلا بيك وبشكرك جدا ان انت اخترت اربع شارع شريف تكون موجود لا بجد اشكرك ان انت تكون راعي عندنا في فتره مولد النبي نحب دايما نشوفك في الكريسماس في العيد ان شاء الله موجود معاك والفالنتاين وفي كل المناسبات كل الحلوه اللي فيها حلويات كل عام وانت بخير عليك وعلى الشعب المصري وعلى المصريين الدنيا كلها ميرسي يا فندم بشكر استاذ ابراهيم ابو محرم رئيس مجلس اداره شركه اتوال تسلم اشكرك ميرسي جدا ليك وخلينا نشوف فاصل بعد الفاصل نرجع لكم في الكلينيك لا استنوا يا استاذ احمد طه بشكرك ميرسي ما انت لازم انت لسه قاعد معانا الاسبوع ده لسه قاعد معانا في المحل تحت امرك ميرسي ليك خلينا نشوف فاصل بعد الفاصل نرجع لكم في العياده مع استاذ دكتور احمد عوضله مدير مركز دار الطب خليكم معانا لو سمحتوا شفت الحلاوة لوا أصحاب لما وشقاوة قالوا عايزين نحلي اطوال احلام وقولي عين جمال أو فولية بندق وفستقية دايما مفرحانا اطوال تكسب تملي مولد يا سادة وهي دي السعادة اطوال معانا يجعلها عادة مولد يا سادة وهي دي السعادة اطوال معانا يجعلها عادة اطوال هي دي السعادة اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف دار الطب حلمك هيبقى حقيقة رجعنا لكم مره ثانيه في العياده مع استاذ دكتور احمد عضله مدير مركز دار الطب اهلا بيك يا دكتور اهلا يمكن سؤالي النهارده ليه علاقه بسؤال كنت سالته لحضرتك من يعني اسبوعين تقريبا لما سالتك عن الاجهزه وبيتم اختيارها ازاي فالسؤال النهارده بيقول تكلفه الحقن المجهري ممكن تختلف من مركز لاخر مظبوط هل ده بسبب التقنيات او الاجهزه اللي موجوده في المركز طيب هو بص يعني طبعا وهل التكلفة دي تؤثر في نسب النجاح اصلا؟ احنا عندنا كومبوننتس كتير جدا انا هفترض انك انت بتعمل ان هو ان مكرونة بالبشاميل فانت عندك لحمة مينست ميت وعندك مكرونة وعندك زبدة او whatever وعندك البشاميل نفسه وعندك بهارات وعندك 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 وعندي البوتاجاز وعندي الحل انسى البوتاجاز يعني اصلا كل الحاجات لا خلينا في الكومبوننتس بلاش البوتاجاز المقادير هو في بوتاجاز ب 10000 جنيه وفي بوتاجاز بمليون ب 150000 جنيه اه قصدك المقادير المقادير انت ممكن تستعمل فلفل مطحون وممكن تجيب الفلفل ويبقى فلفل بقى وتقعد تعمله انا اعمله بنفسي وممكن يبقى عندك مكرونه اكس وممكن يبقى عندك مكرونه اكس بلس وممكن يبقى عندك البشاميل ده وانت بتعمله مش عارف بزبده بطريقه معينه او بزبده غاليه بقت طبق المكرونه البشاميل ده بجنيه مثلا او طبق المكرونه صح كده؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ونص حلو جدا تعالى بقى انت ادخل جوه معمل الاجنه معمل الاجنه ده هو مواد معينه بتحافظ فيها على البويضه والحيوان المنوي والجنين وصولا لزرع الاجنه. كل ما هو محيط بالبويضه والحيوان المنوي هو مكلف. الحضانه صيانه الحضانه الفلترز بتاعت الحضانه
الغازات اللي داخل الحضانه، المعايره بتاعت الحضانات، الارضيه، الهواء اللي داخل المعمل، الاطباق، وكل ده احنا الناس مش بتشوفه. لا الناس ما بتشوفوش خالص. خالص انت في الاخر وصلنا لمرحله من الانحراف الفكري، انه في ستات بيزرعوا عجينه ما يحملوش، الدكتور بتاعهم اللي هو ملوش في القصه بتاع التاخر انجاب بيقول لها انت ما زرعتيش عجينه، لانك لو زرعتي عجينه كان لازم يحصل حمل، كان لازم تعملي اختبار حمل ويطلع فيه حمل. ووصلنا من الانحراف الاخلاقي ان في ستات بعد لما بيزرعوا عجينه بيدوهم مواد معينه مثبته، لو واحده ست سنها 150 سنه راحت عملت اختبار حمل هتطلع حامل بالكيميكلز اللي بتبقى موجوده في الجسم، بس هي مش حامل. فهو الفكره انه احنا المعايير بقى بتاعت الثقافه بلس المعايير بتاعت الامانه بلس مش هنقدر نقول فهم البني ادم، لان انا كاحمد عبد الله بقعد مع ناس مثقفين جدا، لما تيجي تحكي له عن مثلا الحقن المجهري يقول لك ايه الكلام ده يا دكتور؟ ده انت بتجيبوا حيوانات منوية من حد تاني. يا حبيبي بعد السنين دي وعلى درجه عاليه من الثقافه، فهي الفكره انه اصبح دلوقتي اللي مهتم بالمواضيع دي هو اللي بيسمع وبيقرا عنها، هو اللي بيسمع البرامج اللي زي دي او بيقعد. بس مشكلتنا دلوقتي انه اصبح الاعلام موجه، لو انت عايز النهارده توصل لي معلومه معينه، المعلومه دي هي انا عايز اوصلها لك، ف يعني كل شويه يطلع لك حاجه، واحد يقول لك مثلا ايه الحضانه الذكيه والجنين السليم والفحص الوراثي للاجنه والتكبير الميكروسكوبي للحيوان المنوي، كل واحد عايز يوصل حاجه معينه للمريض بيقعد يحكي فيها كتير. خلايا اكوله، اجسام مضاده، انت مش عارف تجلطات دم، كل واحد تجلطات دم دي انا لو قلتها كلمه في تحليل بيتعمل ب 35 جنيه وفي تحليل بيتعمل ب 8500 جنيه على تجلطات دم ده، فانا ممكن ابقى بوجه للمريض ناحيه انه يروح يعمل التحليل ابو 8500 جنيه. فاهم قصدك ايه؟ حاجه صعبه. بشكرك يا دكتور، بشكر استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب، وخلينا نشوف فاصل نرجع نكمل مع باقي سكان الشارع، خليكم معنا لو سمحتوا. أربعة شارع شريف، أربعة شارع سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مزيكا حلوه وملابس حلوه
وديزاينر محترمة. ثانك يو. وطول النهار تشتغل عشان تبقى تبدع تبدع. ثانك يو ثانك يو. ثانك يو. يا شيم. يا شريف. شيم الجابي مصممة الأزياء التراثية. أيوه مين اللي طلع عليا مصممة الأزياء التراثية؟ أنا باين ولا؟ أيوه أنت طبعًا. بقالي كام سنة بتطلعي معايا؟ بقالنا كتير قوي يا شريف ما تعدش بقى عشان أنا مسمية ما شاء الله. 10 سنين؟ اه لا اكتر ممكن داخلين في 11 12. لا بتتكلمي بجد؟ اه والله العظيم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. ايوه الله اكبر. اخبارك ايه؟ اخباري جميله بشتغل. الخريف والشتاء عندك اخبار ايه؟ والله سيوه يعني مش عارفه ليه كده قلبي رايح لسيوه وحشتني كده بقالي مده كده عايزه اركز فيها وحبيت اقدم النهارده كل انواع التطريزات بتاعت سيوه وكل الاشكال لان عندهم اللبس متنوع ومختلف وكل لبس فيه تطريزات مختلفه. أوكي. بس فحبيت اعمل كده ماتشنج ويا رب يعني. هم مشهورين بالزراير والقواقع؟ ايوه علشان عندهم معتقد بيقول الحاجات دي بتزود الناس وبتطول العمر. ده احنا مش عايزين نزود الناس. هم ما عندناش مشكله لو العمر طال بس الناس اللي يزيد كفايه هنروح فين. بس وعندهم دايما الشغل بتاعهم فيه لازم الالوان بتاعه الشمس اللي هي الاورانج والاصفرات والهافان وكل الالوان دي عشان هم كانوا زمان بيعبدوا الشمس. فعشان كده ده معتقد يعني وزي الريز زي الايه زي اشعه الشمس. أوكي. عشان كده دايما بتلاقيها طويله. بس انا بكلمك بقى في الاف سنين عدت. انا مش بكلمك فده محدش يفهم كلامك غلط. لا 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 لا, لا, لا بس فاحنا بنجيب اصل الحكايه بقى. بس عشان كده هم عندهم المعتقد ده مؤثر عليهم. ما تهزيش ايديك كتير عشان الحاجات دي مغلباهم جوه. طب خلاص اوكي ده السبحه الشوشره دي سبحه وعاملاها هوشه. لا والله لا عشان بس بقى يا شريف خلاص. بتسبحي؟ ربنا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد النبي. انت طيب. كل سنه وانتم طيبين. طيب انت دايما يعني بتبهريني كل مره بتقعدي تشوفي منطقه من مناطق مصر وتطلعي منها ابداع. المره دي قلتي انت مختاره سيوه. سيوه انت بتختاري على اساس ايه؟ يعني الفكره بتجيلك ازاي تقولي المره دي سينا حاجات عريش المره دي هروح سيوه هروح مرسى مطروح بالكلا ايه ايه الماتيريالز اللي بتيجي؟ طبعا احنا بس عشان الناس تبقى عارفه الماتيريالز دي لما بتيجي بتاخد وقت طويل جدا عشان تيجي. فاول ما بتيجي خلاص بيبقى الالهام نازل مع الشنط وهي بتتفتح من بلدها. سواء بقى من يعني الحاجات جايه من العريش او الحاجات دي. في قطع قديمه مستخدمها؟ طبعا انا عندي لازم اساسي القديم والاصلي. تعالي نشوف فاصل يلا. ونرجع نكمل يلا. فاصل ونرجع لكم مع شيم الجابي. خليكم معانا لو سمحتوا. أربعة شارع شريف.
الله الله عماله تقول هي دي مصر وبقول لها تحيا مصر طبعاً بكل الحضاره بتاعتنا والثقافه طبعاً بتاعتنا وايه ده طبعا والله عظيم يا جماعه لازم نفهم ان احنا عندنا الازياء التراثيه او زي التقليدي المصري احنا يعني غني جدا جدا نفسي بس الشباب يفهموا يعرفوا مش لازم يلبسوه بس يعرفوا يا هشام ازاي كده لازم يجيبوا البراند لازم يجيبوا البراند ما احنا برضو يا شريف بنجيب البراند ونلبس بس انا ما بجيبش انت اتكلمي عن نفسك يا اختي انا ما بجيبش انا عمري ما هروح اشتري حاجه مكتوب عليها اسم البراند قد كده لا مش لازم انا قصدي ما في انا مش اجانست انا اوكي ممكن نجيب ده هو مصري اهو ماشي وما في مصري اهو ايوه جميل لا نظارتك دي بقى خلاص يعني الخشب اللي مكتوب عليها شريف مذكور ايه بقى تاني وده كمان مصري ايوه طبعا ما هو احسن حاجه يعني احنا لازم نشجع والله دايما منتج بلدنا والكواليتي اختلفت يعني احنا ما شاء الله ما شاء الله يعني في براندز كتيره مصريه طبعاً كويسين جدا أيوة بس انا بتضايق من الشباب الصغير اللي مش عارف ان ده التطريز بتاعنا يقول لك مثلا لا ده هندي ده افغاني ده نعرفه بس يعني نبقى عارفين ان التطريز ده بتاع سيوه يا ريت نبقى عارفين ده بتاع العريش بصي وانا عندي طبعا مشكله رهيبه في الناس انا مش فاهم يعني كنت طبعا كل واحد حر في لبسه بس انا مثلا ما اقدرش انزل من بيتنا لابس تيشيرت كبير عليها بالكبير هقول باسامي البراندز ها ارماني جينز انا مالي انا اعمل لارماني دعايه هو هيدفع لي فلوس لا مؤاخذه انا بقى حتى لما بيجي لي حاجه كده بضطر اقعد بيها في البيت ما بنزل يعني بقلبها بيجاما اخري مش عارف حتى البراندز بتاعت الرياضه اديداس نايك انا ليه انزل من بيتنا اصلا لابس كلمه اديداس بالكبير على وشي وعلى ظهري بعتبر نفسي كده ان انا عارفه اعلان متحرك ليهم لكنه فاهمه وزي نفس القصص في الشنط اللوي في تاون والشانيل اللي بيدفع فيها بال 80000 جنيه انا اروح ده ايه ده في ايه ما فيش اي حاجه يا شريف لا بجد اصل سبحان الله حاجه غريبه وفي ناس ما تصدق تروح تشتري يعني انت عندك دلوقتي مثلا ايه نازلك بقى في موضه في مصر ايه القماشه بتاعت فندي الاف كل الناس لابساها معموله بقى جزم ومعموله شنط عبايات بليزرات طب الشماغ الشماغ والحاجات اللي هي الحاجات العربي دلوقتي لا يعني دلوقتي حتى البراندز بداوا يهتموا بالجلاليب والعقال والحاجات العربي على اساس ان خلاص كله ممكن يبقى براندز يعني خلاص الموضوع ما بقاش انا يا جماعه انا اسف جدا انا ضد البراندز وما اقدرش امشي بس نادرا تلاقوني يعني نادرا ان انا بقى لابس حاجه مكتوب عليها اسم البراند ولو عجبتني قوي ومكتوب عليها اسم البراند صغير بداري ببروش بتطريز بحاجه اداري اسم البراند تحيا مصر تحيا مصر طبعا بس كده. طبعا مش ممكن مش ممكن زي برضو ما بلاقي ناس مع احترامي طبعا برضو لكل الناس تلاقي مثلا شاب بنت ولا صغيره ماشيين لابسين لك تيشيرت عليها علم امريكا او علم انجلترا احنا مالنا هو الانجليزي ليه فخر انه يمشي لابس علم مصر او يحط حاجه عليها توت خامون او كيلوباترا او الحضاره المصريه لانه ما عندوش زيها احنا بس كمان يا شريف بليز لازم الشباب يبقى في وعي لللبس بتاعنا اصلنا ايه بس نعرفه يعني بجد ده مهم مش بس كفايه ان هو يبقى هاند ميد لا وكل حاجه منين دلوقتي ما شاء الله الشباب بقى عندهم وعي جامد جدا احسن من الاول لان بقى في معارض للتراث كتير ايوه طب انت الناس انت بتبيع حاجتك نازله بقى الفيسبوك والانستجرام ونعمل لها شويه دعايه ثانك يو صديقتي ثانك يو بس انا بعمل كده لكل الناس انتوا عارفين يعني ايوه ما انا عارفه واخده بالي واخده بالي وثانك يو برضه كله بتبيعيه اونلاين هو طبعا اغلب يعني احنا عندنا اتيليه بس انا قصدي حاليا دلوقتي اغلب الشغل البراند بتاعك راح في مش ست الحسن ست الحسن شيء فين موجود في مدينه نصر شارع الطيران ايوه محل اتيليه في مكان ما تفتحي محل وتبيعي لا هو بص طول ما انت على سكيل صغير والناس بتدور عليك الدنيا بتبقى لطيفه من ده. ليه لان في حاجات لما بتنتشر عليه كتير عايز الناس لا والله مش قلاطه بس لا والله يا شريف انت عارف الناس في حاجات لما بتبقى منتشره كتير الناس ما بتبقاش حباها واحنا بنتعب قوي في كل قطعه بتتعمل فبتبقى محتاجه تبقى عزيزه شويه اوكي انت القطعة بتاعتك فيها حاجات فيها تتلبس كاجوال وتتلبس ابريمي دي وتتلبس سواري
يعني كاثرين كانت لابسه جاكيت مشغوله دي سواري راح يا فرح بالظبط كده. ما هو ده اللي انا عايزه اقول سيوة كل ده سيوة وده. والنهارده احنا عاملين يعني اربع كاتيجوري على اساس ان احنا نوري للناس الخامه اللي هاند ميد ممكن تلبس على جينز بشكل لبنت صغيره ممكن تلبس او لحد كبير. انا مش بتكلم ما بحبش التصنيف. وممكن السواري يتعمل من التطريز اليدوي بتاع سيوة وممكن حاجه تبقى فانكي وممكن حاجه تبقى عاديه ممكن تروح بيها اي مناسبه بعد الظهر مش لازم تبقى سواري. فعندنا الخامات طيعه. طيب تيجي نشوف اخر جزء. يلا والله نفسي اقعد معاكي كتير. وانا كمان اعمل ايه. يلا بينا مزيكا. الله الله يا شيخ. ثانك يو. مش معقوله. ربنا يخليك. انت بتصدري الحاجات دي؟ مش بصدر. انا لو ممكن بيبقى في اوردرز اونلاين انما مش لدرجه ان التصدير لان حجمي مش لدرجه اني اعمل طلبيات كبيره يعني جاست بيسز. طب انت مش انت خريجه ديكور اصلا صح؟ لا انا اصلا تجاره عين شمس اداره اعمال ودرستي وبعدين عملت الدبلومه في اكاديميه الفنون ودلوقتي بعمل ام بي اي وعملت الدبلومه في التسويق. بتعملي ام بي اف في ايه؟ بعملها في الماركتنج ودلوقتي عشان عايزه اعمل بقى في الدي بي اي اربط التراث اللي هي الدكتوراه ان شاء الله. بس ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله عشان نربط التراث بالاداره. يعني انا هدفي اعمل يعني عايزه الرساله بتاعتي ازاي الاقتصاد عندنا ممكن يقوم من خلال الارث بتاعنا بتاع اجدادنا. يعني دي نفسي تبقى الرساله بتاعتي. خرابي عليكم يا ستات مصر. شريف بعدين اتشطرتوا زياده عن اللزوم وده خطر خطر. عرفتوا ليه انا فخور لما بيتقال عليا مذيع ستات مصر؟ شايفين ما بيهزروش وانا عمال اقول اهو 10 سنين والستات في مصر هيبقوا متحكمين في كل حاجه. بصي قاعده ساكته ازاي؟ ما بتكلمش. مش هتحكم في حاجه. انا مش هتحكم في حاجه. كل حاجه ما بيهزروش وده وهم يستاهلوا ده عشان بيعملوا مجهود وما بيكسلوش. نورتيني وشرفتيني. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. مولد سعيد عليكي وعلى العالم. ربنا يخليكي. كل سنه وانتم طيبين. بشكرك. يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم. باي باي.